لينفوكس. سيد كاتب عام صباح الخير. طبعا الفل والورد والياسمين ليك وللسيدات والسادة المستمعين. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة على التفاعل الإيجابي ليك وإلى ولاية منوبة مع فقرة المدير يوم أمس. إذن هذه يعيشك، يعطيك الصحة. نتائج هذه المناظرة نحب نعرف بعد مع الداول الكتابي المترشحين، تم نشر القائمة، حاليا في أي نقطة احنا ووقتاش يتم الإعلان النهائي؟ واضح مشكور. هو الحقيقة الدورة هذه اللي يتفضل في إجوالي منوبة مع الشيخ روحه بالإذن بها سنة 2022 كانوا لخيان المترشحين اجتازوا الكتاب في خلال شهر سبتمبر 2022 وما زالوا في عداء الشفاهي خلال شهر ماي الفرد دونك كملوا يعني الشفاهي والآن بصدد معناها ما احتساب المعدلات باش نشوفوا معناها الناجحين من عدمهم. الناجحين ان شاء الله ربي ينجحهم من الناس الكل. الناجحين واللي عداو الشفاهي قداش؟ قداش النومبر؟ فما 2000 وفوق 2500 2524 تقريبا. قاعدين تصلحوا توا حاليا في الاختبار الشفائي، هذا اللي نفهمه من كلامك. هو لا هو مش صح، هم خذاوه ما عداوا الشفائي وخذاوا خذاوا يعني مش خذاوه، تم اسناد العدد نتاع الشفائي بصدد احتساب المعدل، خاطر ثم عدد على الكتابي في حدود هو العدد كله على 100. ثم عدد ياخذوه على 60 على الكتابي وعدد على 40 على الشفائي، دونك بصدد احتساب المعدل. احنا اللي نحبوا نفهموا وقتاش تخرج، خليني في مرحله اولى المعدل وقتاش يتم نشره؟ هو بالتوازي مع احتساب المعدل. اغتنم الفرصه باش نشكر لجنه الامتحان بارك الله فيهم، معناها مجهود مبذول طيب ياسر، والحقيقه الشفاهي معناها تعدى في ظروف طيبه دبي. هي اللجنة مكونة بطبيعة الحال من مصالح وزارة النقل وزارة التجهيز، المصالح الأمنية، الحرس والشرطة، معناها شرطة قوى شرطة المرور والحرس الوطني ومصالح الولاية. هذه اللجنة مشكورة. دونك مازالوا كيكملوا الشفاهي تعدى من 4 لل 17 ماي بصدد احتساب المعدل، وبالتوازي فما بعض الإجراءات الإدارية اللي قاعدين نقوموا بها إن شاء الله. معناها مثل شنو معناها الإجراءات الإدارية؟ أي لما بعض الإجراءات الإدارية معناها للتثبت في وضعيات بعض المترشحين على المستوى الوضعية الإدارية والأمنية. أنا ما كما فلا ما حاجات من نوع هذا مستوى الوضع الإداري فما بعض الحاصيل وبعض الإجراءات الإدارية اللي قاعدين نثبتوا فيها على مستوى المترشحين، واللجنة قاعدة تحتسب في المعدلات. وقلت ربي ما اشتغل النتيجه من هنا، نجم نقول لك من هنا ممكن شطر شهر جويليا هكاك، شطر شهر جويليا تخرجوا النتائج النهائيه للمترشحين باذن الله. لا نعرفوا ان شاء الله سي ناسا، ما نحبوا وقتاش النتيجه تخرج، يعني هذايا نحبوا نعرف. انا قلت لك اي المهم انه انا شطر شهر جويليا قلت ربي شطر شهر جويليا تخرج النتيجه شهر جويليا، وقتاش يتحصلوا الناجحين على شهادة الكفاءة المهنية، ياخذ الورقة نتاعو في يده ويبدا يسوق في التاكسي بطاقة؟ لا ياخذ ورقة دسويد مثلا، ماشي اشكال معناها هما تفاصون ان شاء الله ربي ينجحهم الكل. انا قلت لك 2524 شخص معناها اجتازوا الشفاهي دونك لو طون نتاع التحضير نتاع البطاقات فقط، ماشي حاجة أخرى. فهمت يعني تخرج النتيجة مهنية في شطر جويليا، امور اجرائيه معناها باش يجيبوا التورم وباقي الوثائق الاداريه مضامين ولا حاجات من نوع هذا، اليوم من بعد باش يكولوا ملفات وياخذوا من بعد البطاقات ويكولوا اكثر ولا يعني أكثر. نفهم من كلامك 1 اوت ينجموا ياخذوا البطاقات نتاعهم ويبداوا يسوقوا في الـ في الـ في, الـ في, الـ في التاكسي. والله شوفوا هو مش مربوط بالمصالح الولايه فقط، معناها اذا كان 2500 يوفر وثائقهم الكل معناها تباعا باش ياخذوا، ما ثماش اشكال. بعد ما ثماش توقيت ما اللي يحضر باش ياخذ بطاقته، فهمت؟ اذا كان واحد تطلبه في وثائق يكملها ملف ويبدا كامل ما ثماش علاش ما ياخذش بطاقته، فتباعا باش يبداوا ياخذوا بطاقات، ما فهمت ما عادش فما اشكال من بعد، فهمت؟ اذا وهذا الكلام نتاع سيادتك نلخص فقط لانه راهو ما عندكش فكره سيد الكاتب العام على الطلبات اللي جاتنا في هذا الموضوع. شطر جويليا راهو عدد من العاطلين على العمل لا باس به، وانت ذكرت رقم 2500 راهو طلبات يوميا في هذا الجانب. كلامك صحيح واحنا حاسين به، ودايور انا قلت لك هي اخر دوره اتعملت في 2013 وهذاك علاش السيد ولي اذن بها في 2022، خاطر حقيقه فما طلبات وفما
حتى طلبات من المهنيين على تاكسي فردي اللي يقول لك ما عادش لاقين شكون يسوق وحاجات من النوع هذا. وكيما انت تفضلت زاد هي فانا فتح ابواب للتشغيل للشباب اللي هو زاد يلقى فاق في المهنه هذه. اشترى شهر الجويلية ياخذوا تخرج النتيجه ياخذوا النتيجه من المؤمل نستغل. احنا شوف احنا احنا ما ثماش علاش باش نوخروا فيها النتيجه ولا غيره. هي معناها لو طون تاع احتساب المعادلات خاطر مكتار زاد الخيال في اللجنه كيما قلت لك راهم في الاخر موظفين في الاداره معناها عندهم ليتاش الاخرين نتاعهم ولكن كمان بعد الوقت وعند مجهود اضافي قاعدين يحكوا. انا تو شديت عليك 15 جويليه اشتر جويليه شديت عليك اشتر استغل وجودك معنا سي انس عبد الهادي كاتب عام ولايه منوبه في موضوع المره هذه رخص التاكسيات في رخص التاكسيات في ولايه منوبه ثم عدد تقريبا اللي نعرفه انا في حدود 130 كان مانيش غلط في الرقم اللي طرحناه ثم الحصه فيها 100 هذايا توا معطلين مازالوا في حسب القانون اللي في رئيس الحكومه للتنقيح والا عملتوا شوط اخر في هذا الاتجاه؟ لا هو فما اجراءات تخدمت راهو فما اجراءات تخدمت على مستوى معناها الملفات تاع الاخيان على مستوى الفرز على مستوى معناها تعليق القائمات قبول الاعتراضات ثم بالتوازي مع تنقيح الامر 2202 2202 دونك بالتوازي مع تنقيح الامر هذا فما اجراءات الولايه قامت بها. هو تنقيح الامر راهو ضروري على خاطر الامر القديم الحقيقه ما فيش معناها معايير نتاع اسناد واضحه فهمت اي انتم باش تقوموا بالاسناد والا تستناوا هذا الامر حتى ينصدر؟ لا هذا متعلق بصدور الامر 2202 اللي هو في رئاسه الحكومه اللي هو توا تقريبا هذا يجاوبوك عليه مصالح وزاره النقل معناها هما اللي باشروا في العمليه نتاع التنقيح نتاع الامر هذا واخر معطيات وانه استوفى جميع الاستشارات اللازمه من المحكمه الاداريه من غيره دونك هو نورمالمون عند مصالح رئاسه الحكومه اللي معناها بصدد نشره نورمالمون في الرايد الرسمي او برمجته في مجلس وزاري اللي فهمته انا هذا نورمالمون ياكدوا له خيان في وزاره النقل. باهي في التاكسي الجماعي شنو الوضعيه في الرخص؟ كيف نفس الوضعية تستناو في الفاندو زيغو دو نستناو في الأمر بصدور أمر فاندو زيغو اللي هو ما عادش باش يبطر. قداش من رخصة في التاكسي الجماعي عندكم؟ تاكسي جماعي فما 50 في الحصة فما 50 رخصة 50 رخصة باهي في انتظار الفاندو زيغو دو كيف احنا بطبيعة الحال أنا تو كي نقول لك يعني 50 رخصة هذه حصة قديمة هذه الحصة وقع برمجتها وفي خلال سنة 2020 احنا تو 2023 معناها في الاثناء بعد ما يتم توزيع الحصه هذه راه باش تكون فما كوتا واحد اخرى تكون فما حصه واحد اخرى بالتنسيق مع مصالح وزاره ان شاء الله في جره بعضه ان شاء الله في جره بعضه سي انس ان شاء الله في جره بعضه ان شاء الله يصدر الامر معناها تري بروشينمون خاطر كان حصه تخلط وراء حصه اخرى الناس تبقى تستنى. كيف احنا طرحنا معاكم واذا عندك المعلومه ونعمل على رحابه صدرك طرحنا موضوع المساكن الاجتماعيه وطلبنا ولايه منوبه توا في رمضان طلبنا المساكن الاجتماعيه رئيس الجمهوريه. انا اليوم سامحني استاذ انت تو اليوم تروازونا مرحبا اذا عندك المعلومه احنا كلمناك على واذا ما عندكش المعلومه نجم نرجع لك في وقت اخر. المساكن الاجتماعيه رئيس الجمهوريه قال ضروره التسريع في هالولايه وين وصلت في المجال هذا نعرف ثم بعض من الوحدات حاضرين والاخرين قاعدين بصدد البناء وين وصلت الوضعيه في ولايه منوبه؟ المساكن الاجتماعيه هي بالنسبه اللي هو متعلق في ولايه منوبه وجميع الولايات بصفه عامه هو اعداد القائمات نتاع المنتفعين هذا الجانب اللي متعلق بالولايه هو اعداد قائمات المنتفعين. احنا في ولايه منوبه تقريبا القائمه نجم نقولوا جاهزه بنسبه 95% مازال بعض التقاطعات اللي هي معناها قاعدين نقوموا بها لمزيد معناها تامين الشفافيه والاسناد المساكن هذه المستحقين الفعليين معناها ماك تعرف حتى المعطيات هي الناس صبت ملفاتها من مده سابقه وحتى المعطيات في الاثناء تتبدل نتاع الاشخاص. دونك اليوم الولايه معناها كما قلت بالنسبه في شوط كبير معناها القائمه معناها براتيكمون جاهزه. قداش فيها القائمه؟ اذا كان الرقم موجود عندك اذا كان الرقم يعني القائمه اللي باش تنتفع بالوحدات قداش فيها من منتفع؟ لا ما الحقيقه ما نعطيكش عدد ما عنديش تو العدد واضح برشا المطالب ما نجمش نعطيك عدد صحيح معناها عدد مضبوط ولكن نقول لك ان هي في شوط متقدم جدا اللي هي بنسبه هاني نعطيك 95% معناها القائمه نتاعنا جاهزه. وقتاش يتم اسنادها هذه المساكن الاجتماعيه؟ هذا مرتبط بطبيعه الحال بانجاز المشروع في حد ذاته.
بجهاز المساكن. المساكن هذه متفاوتة من ولاية لولاية، ثم ولايات اللي مساكن فيها جاهزة، ثم كما ولاية منوبة احنا عندنا 6 حصص، 6 اقساط سواديزون سيلو معناها نتاع المساكن هذه، ثم نسبة التقدم فيها بتاع في الحال متفاوتة، ثم اللي في 85%، ثم اللي 75%، ثم قسط اللي هو مازال في 10% الاولانيين، على خاطر هذه وقعت معناها فسخ الصفقة مع المقاول الاولانية، والوحدة اللي هي بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي في وزارة التجهيز بصدد أعداد طلبات العروض لاستكمال القسط هذا. وكما تعرف ما تعرف انه تسليم معناها المساكن هذه يتم معناها نورمالمون معناها في معناها يتم لجميع المترشحين، يعني ننتظروا استكمال الاشغال باش نجموا انتم تقدموا المساكن الاجتماعيه. هذا الاقرب وقتاش تستكمل 10% على الاقل وقتاش يتم استكمالها. هذا لو كان هذا يكون موجه سؤال احسن للوحده متابعه برنامج سكن، برنامج خصوصي سكن اجتماعي في وزاره التجهيز، فما وحده كامله اللي هي اداره عامه لهي بالموضوع هذا لهي بانجاز المشروع في حد ذاته يعني البتي. مشكور جدا كاتب عام ولاية منوبة أنس عبد الهادي بمجموعة هذه الأسئلة والمحاور، بالرغم فقط كلمة باش نقولها أنه راه وقت اتصلنا في المدير بوزارة التجهيز قالوا لنا الموضوع عند الولاية فيما يتعلق باستكمال، وفما بعض المشاكل مع المقاولين. مشكور جدا، يعطيك الصحة سي أنس، نشكرك برشا. القائمات فقط الولاية لاستكمال البناء في حد ذاته راه من وزارة التجهيز. يعطيك الصحة سيد كاتب عام ولاية منوبة، تسويت نفيسة حسني.